الله أكرمنا بنصر نبيه وبنا أقام دعائم الإسلام وبنا أعز نبيه وكتابه وأعزنا بالضرب والإقدام في كل معترك تطير سيوفنا فيه الجماجم عن فراخ هام ينتابنا جبريل في أبياتنا بفرائض الإسلام والأحكام يتلو علينا النور فيها محكما قسما لعمرك ليس كالأقسام فنكون أول مستحل حلاله ومحرم لله كل حرام نحن الخيار من البرية كلها ونظامها وزمام كل زمام الخائض غمرات كل بنية والضامنون حوادث الأيام والمبرمون قوى الأمور بعزهم والناقضون مرائر الأقوام سائل أبا كرب وسائل تبعا عنا وأهل العتر والأزلام واسأل ذوي الألباب من سرواتهم يوم العهين فحاجر فرآم إنا لنمنع من أرادنا منعه ونجود بالمعروف للمعتام وترد عادية الخميس سيوفنا ونقيم رأس الأصيد القمقام ما زال بقع سيوفنا ورماحنا في كل يوم تجالد وترام حتى تركنا الأرض سهلا حزنها منظومة من خيلنا بنظام جاء راهط أبعضوا ولو أنهم ثبتوا لما رجعوا إذا بسلام فلئن فخرت بهم لمثل قديمهم فخر اللبيب به